أهلا بكم. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن المخالفات التي تم ضبطها خلال اليومين الماضيين في عدد من المنافذ الحدودية العراقية. وقالت الهيئة إنه تم ضبط وإتلاف فسائل نخيل مخالفة لشروط دخولها وفق قانون الحجر الصحي في مطار البصرة، وإعادة شحنات مكملات غذائية لعدم اكتمال الأوراق الرسمية في مطار بغداد الدولي. هذا وضبطت أدوية مهدئة للأعصاب بحوزة مسافر صيني في مطار البصرة، وإعادة شحنة من الطابوق إلى الجانب الإيراني لعدم وجود إجازة استيراد في منفذ الشيب الحدودي. كما تمت إعادة 3 عجلات إلى الجانب الأردني واعتبارها متضررة ومخالفة لضوابط الاستيراد في منفذ طريبيل. أعلنت السلطة الجمركية في مركز جمرك أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة عن إعادة إصدار حاويتين لتجاوزها المدة المسموحة بدخولها إلى العراق. وقالت السلطة الجمركية إن مركز جمرك أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة أعاد حاويتين، إحداها محملة ب 1474 صندوق لحم مجمد لعدم وجود أوراق رسمية لها، فيما تحمل الثانية الأخرى أكثر من 7 أطنان من مادة الكيك لتجاوزها المدة المسموحة بدخولها للبلد. قال عضو مجلس محافظة كربلاء ناصر الخزعلي إن موازنة 2019 لم تصل للمحافظة رغم إقرارها من البرلمان منذ أكثر من 6 أشهر. وأضاف الخزعلي أن المحافظة لا يمكنها تقديم الخدمات للمواطنين بدون الموازنة المالية، وحمل الحكومة في بغداد مسؤولية تردي الواقع الخدمي في المحافظة. قال عضو مجلس محافظة البصرة ناظم نمر إن الحكومة ببغداد لم تمنح البصرة أموالها ومستحقاتها، إضافة إلى تفاقم أزمة البطالة في المحافظة. وأضاف النمر أن العمل لم يبدأ بالمجمعات السكنية بالرغم من تصويت مجلس المحافظة على البنية التحتية لمجمع الأحرار والخالدون في الزبير والقبلة وشط العرب، وبالتالي فإن هذه المشاريع لن تنجز خلال 2019 وستؤجل إلى عام 2020 بحسب قوله. كشف المفتش العام في وزارة النفط عن فساد وسوء تصرف بالمال العام وتجاوز للأنظمة في إرساء عقود تنصيب أجهزة الكشف عن الحاويات والشاحنات من قبل شركة خطوط الأنابيب النفطية في تعاقدها مع شركة أردنية. كما أن لجنة الجرد المشكلة لم تنجز مهامها في إحصاء وتثبيت نسبة الأعمال المنجزة من قبل شركة الصناعات الإلكترونية العراقية العز سابقاً، فضلا عن أن الشركة تجاهلت الإشارة إلى ذلك في مخاطباتها، وهو ما عد إخلالا بالشروط والتحاليل أو تحايلا هدفه منح العقد إلى شركة أردنية لا تجربة لها سابقا بالعمل في العراق. طالب أصحاب المحال التجارية في المجمع الصناعي في منطقة الحرية ببغداد بالتدخل لوقف محاولات الاستيلاء على هذا المجمع. وقال أصحاب المحال التجارية إن جهات تدعي انتمائها لوزارة الشباب تريد الاستيلاء على المجمع المجاور لنادي الحرية الرياضي رغم وجود أوراق أصولية تثبت امتلاكهم للمحال، وتتهم مافيات السلطة والميليشيات بمحاولة الاستيلاء على الأملاك العامة والخاصة في ظل حالة الانفلات العام وغياب مظاهر الدولة وسلطتها القانونية. مشاهدينا الكرام، نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.